نشرة الأخبار الرئيسية من تلفزيون الجزائر، أهلا بكم. انطلقت اليوم بأديس أبيبا أشغال القمة 18 للجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتنفيذ مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا النيباد، بحضور عدة رؤساء دول وحكومات إفريقية، من بينهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي أكد في جلسة مغلقة أن مسار النيباد سجل تأخرا بدأت انعكاساته السلبية تتجلى على مستوى تناسق العمل الجماعي للقارة وفي علاقة التعامل مع الشركاء في التنمية. وأوضح رئيس الجمهورية أن بناء الهيكل المؤسساتي للاتحاد الإفريقي بلغ مستوى من النضج لا يمكنه أن يتكيف مع الوضع الراهن دون الإضرار بعمله في مجال التنمية عموما. وذكر في السياق ذاته أنه خلال قمة النيباد التي عقدت في الجزائر شهر مارس الفارط، تم الاتفاق بالإجماع على تحديد الوسائل والآليات الأكثر ملائمة لإعطاء دفع جديد لعمل المنظمة القارية، مضيفا أن هذه التوصيات ما تزال قائمة ويتعين علينا تنفيذها في أقرب الأجال. كما شارك رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا المساء في قمة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، حيث أكد في جلسة مغلقة أن إفريقيا قد أدركت أهمية حكم سياسي واقتصادي سليم لضمان نجاح البرامج التنموية، مضيفا أنه قد اتضح اليوم جليا أن نقص الموارد المالية والمادية والإنسانية يمكن تداركها أو على الأقل التخفيف من أثرها من خلال إنشاء محيط قانوني ومؤسساتي وتسييري تطغى عليه العقلانية، وكذا من خلال تحديث وترقية قواعد الحكم. كما أشار رئيس بوتفليقة إلى أن هذا التوجه الإيجابي في صالح الحكم الراشد يحثنا على التفكير في أنسب الوسائل الكفيلة بتحسين سير الأدوات التي استحدثناها من أجل ترقية الحكم والاستفادة المتبادلة من خبراتنا. تفاصيل أخرى عن مضمون كلمتي رئيس الجمهورية في قمتي النيباد وآلية النظراء نتابعها مع موفد التلفزيون إلى أديس أبيبا بالقسمام. أشغال الدورة في التنمية المحلية، استفاد سكان حي عين الطويلة التابع لبلدية عين الكبيرة بولاية سطيف من غاز المدينة عبر مشروع الربط بالشبكة بتكلفة أكثر من 4 ملايير سنتيم في انتظار تعميم العملية على باقي القرى التابعة للبلدية. نوردي بن عبسة. كان حلما وتحقق. نواصل تقديم نشرتنا وفيها من أخبار العالم، محادثة بين الرئيس الفلسطيني ونظيره المصري بالقاهرة حول اقتسام المسؤولية الأمنية على المعابر. في مسعى لحل أزمة المعابر، التقى اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري حسني مبارك بالقاهرة في مباحثات حول تقسيم المسؤولية الأمنية على المعابر، فيما يرتقب إجراء حوار وطني بين حركتي فتح وحماس بالعاصمة المصرية. عمرو يوسف. أصدرت السلطات الكينية أوامر لقوات الشرطة بإطلاق النار على كل المتسببين في الانزلاقات الخطيرة التي ما زالت تحصد المزيد من الضحايا. وفيما ساد الهدوء الحذر نيفاشا بؤرة التوتر خلال الأيام الأخيرة، يأمل كوفي عنان في عقد جولة ثانية من المحادثات بين السلطة والمعارضة. خالد دهبي. هذا وأشاد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني في تصريح للصحافة الدولية بتونس على هامش اجتماع وزراء الداخلية العرب، أشاد بالجهود الجبارة التي تبذلها دون هوادة قوات الأمن الجزائرية والعمل الدؤوب الذي تقوم به في مكافحة الإرهاب وحماية المواطنين والدفاع عن قيم الجمهورية. واستنادا إلى النتائج الأخيرة التي تم تحقيقها في هذا المجال، استشهد زرهوني بعملية التفكيك السريع للخلايا الإرهابية التي ارتكبت اعتداءات 11 ديسمبر الأخيرة بالعاصمة الجزائرية، مشيرا إلى تجند قوات الأمن ليلا ونهارا في أداء مهمتهم النبيلة، وهي بالتالي تستحق من الأمة كل العرفان والدعم المعنوي. وأبرز زرهوني أيضا دعم قوات الأمن الجزائرية المتواصل بالوسائل البشرية والمادية من أجل تعزيز مكافحة الإرهاب الوحشي ميدانيا، مع إسهام المواطنين الفعال من خلال تجندهم ويقظتهم اللذين يمكنان من تحقيق نتائج إيجابية.
وركز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية على مفهوم اليقظة التي يجب أن يتحلى بها كافة المواطنين لتعزيز مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله. تطرق رئيس الحكومة عبد العزيز بالخادم أمس خلال اجتماع قادة أحزاب التحالف الرئاسي لوضعية الاقتصاد الجزائري، واعتبر بالخادم في عرض تقييمي أن كل أداءات الاقتصاد الجزائري سنة 2007 كانت إيجابية. التفاصيل مع ملك الصوتو. تنمويا دائما وإلى بلدية عين السبت بولاية سطيف التي تشهد في السنوات الأخيرة حركية متميزة خاصة بعد عودة الأمن والاستقرار إلى ربوعها، لكن سكان البلدية يطمحون اليوم إلى تثمين الثروات الطبيعية التي تتوفر عليها هذه المنطقة الجبلية المعروفة ببردها القارس، فهم يطمحون إلى الاستفادة من غاز المدينة واستغلال الوسائل التي تتوفر عليها العيادة الجديدة وتعبيد الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين سطيف وجيجل. سعيد باللونيس، عين السبت بلدي. في المجال الصحي وبالموازاة مع علاج الأطفال مما يعانونه من أمراض بدنية، يعتبر التكفل النفسي بهم إحدى الاحتياجات التي يجدر الاهتمام بها داخل المصالح الطبية. مصلحة طب الأطفال بمستشفى مصطفى باشا عينة زارتها فيروز هرنوف. نواصل تقديم نشرتنا، وفيها على الصعيد الدولي أكثر من 26 قتيلا في تأزم الوضع الأمني بكينيا بعد اغتيال نائب من المعارضة في ظل استمرار وساطة كوفي عنان. 26 قتيلا وعشرات الجرحى في موجة جديدة من العنف غرب كينيا إثر اغتيال أحد نواب المعارضة وسط تبادل للاتهامات وخطوات للوساطة السياسية يترأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان. شهرزاد عكوش. كينيا تعد في الشأن الفلسطيني وعشية محادثات حيوية بالقاهرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد عن حماس مع مسؤولين مصريين لإشراك السلطة الفلسطينية في مراقبة معبر رفح، أغلقت اليوم كل منافذ المعبر ما عدا بوابة صلاح الدين. ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني السلام فياض بقرار وزراء الخارجية العرب المتعلقة بعودة العمل باتفاقية معبر رفح السابقة تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية، وهو ما ترفضه حركة حماس. في سياق آخر، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأطراف الشرقية لحي الشجاعية شرق غزة واعتقلت 17 فلسطينيا خلال حملة دهم في الضفة الغربية. في العراق، هزت سلسلة من الانفجارات مناطق مختلفة من البلاد، حيث لقيت 3 تلميذات في المرحلة الابتدائية مصرعهن، وأصيبت 2 بجروح في انفجار عبوة ناسفة شمل العاصمة. نشرة الأخبار الرئيسية من تلفزيون الجزائر، أهلا بكم. شكلت الزيارة التي قام بها أمس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى تونس بدعوة من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والتي تأتي في خضم الاحتفالات المخلدة للذكرى 50 لأحداث ساقية سيدي يوسف، شكلت مناسبة سانحة للاحتفاء بالطابع المتميز للعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في كافة مجالات التعاون والتشاور حول القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك. لطفي سلمي. وأنت تجوب بعض الأسواق والأزقة، تستوقفك العديد من المحلات التجارية بتخفيضات مغرية في الأسعار من المفروض أن تخضع لضوابط تحدد المدة والنسبة، وهي معايير قد يجهلها كل من البائع والمستهلك. ريبورتاج وهبة أمزة البعزيز. من أجل شرعت اليوم إسرائيل في خفض إمداداتها بالغاز والكهرباء على سكان قطاع غزة، فيما استبعد رئيس الحكومة الفلسطينية إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل خلال هذا العام. أمل بناي. يبدو أن سياسة